حياكم الله ويا هلا بكم على كل متابعي ومشاهدي قناة سامراء الفضائية بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج يرهم كلش. أكيد اليوم راح تكون عندنا هدايا مقدمة من الشركات الراعية، وأكيد أول هدية مقدمة من شركة عالم الياسمين. هاي شركة عالم الياسمين هي منتجات كل ربات المنزل تستفاد من عندها، وأكيد المتسوق ماركت اللي عنده ثلاث فروع اللي هي يرموك أربع شوارع والعظمية ومول الفلوجة وأرجيلة ريتشمان الألمانية ومثلجات جيلاتو. نبدأ لكم بأول فقرة، فقرة قصة ومثل. قصة ومثل حتكون عندنا، مثل لازم تقول لي قصة هذا المثل، إذا ما راح تقول لي قصة هذا المثل تعطيني خمس أمثال عراقية، خمس أمثال عراقية اللي راح تقولها أنت المقابلك ما يقولها نفس اللي قلتها أنت. ومثلنا اليوم يقول لك هو طبعا مثلنا هو يقول لك أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. ولو هي الخوة بعد ماكو راحت الخوة شلون ما أدري. هاي أول فقرة اللي هي قصة ومثل. نبدي وياكم بأول فقرة، لكن قبل لا أبدي شو اسمك؟ يوسف. يوسف يا صف صف سادس ابتدائي. أقوى شيء أنت بالإنجليزي؟ إيه. وبالرياضة إيش قد تأخذ؟ ميات. بالرياضات مية؟ بالرياضية مية؟ إيه. زي والإنجليزي؟ أمية. متأكد؟ وراح نسأل بعدين، نسأل شي بالإنجليزي. أوكي. شو اسمك؟ أريد. وأبوك؟ مصطفى. وجده؟ ولد. الله يرحمه. زين، من أشطر أنت لو هو؟ أنا يا. لا واحد. هو أشطر من عندك؟ ليش؟ تشوفين هيجي؟ مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم للفقرة الأولى، ابقوا وياي. Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and bed of sapon everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's spot we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show. ضبط ماما يسر اقبالي. وهنا انا شلونكم؟ شلونك امي؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ يم الله. ان شاء الله بخير؟ ان شاء الله بخير. موظفه؟ لا متقاعده. متقاعده، وين كنت تدوم من قبل؟ وزاره العدل. يا عيب. شلونك؟ سنة. شو اسمك؟ تانيا. تانيا. تانيا بأي صف؟ تاني متوسط. تاني متوسط؟ ايه. تمام حلو، شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. شلون صحة؟ زين. الاسم بالخير؟ صباح. صباح. تعرفون بالامثال؟ يعني. ما معكم تعرفين بالامثال العراقية؟ نسيتها كلها. نسيتين كلهن؟ من اللي نسيتيهن؟ تمام، وانتي؟ مثل مثلين ثلاثة أربعة واحد. بعدنا، تعرفين؟ يعني مو هالقد أتذكرهن. موضوع مو يومكم، شلون ساري؟ زينة. زينة؟ أكيد. زينة بالمدرسة؟ زين. أكيد زينة؟ أكيد. راح أسألك على اثنين، بس تقولي لي واحد. واحد بس. تحبين مصطفى لو منهل؟ مصطفى. عفش مو انه هو ابوك. لا ما له دخل. تحبين مصطفى لو منهل؟ مصطفى. اكيد. يوسف. ايه. مصطفى لو منهل؟ ينهو. لا اريد واحد. ما اقدر. لا واحد. احب عمي واحب ابوي. لا طيب واحد. ابوي. ابوك؟ منهل ما له دخل بالموضوع. ايه. حلو طيب يا امور زين. هاي خوش تعلم الغالي، شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ زهاء. يا صف اول متوسط. حلو تمام، راح اعطيكم المثل، تقول لي هذا المثل شنو القصه مالته. قربي لي امي، ركزوا وياي تمام، حتى الجوائز في الدنيا بجائزه. اني واخويا على ابن عمي، واني وابن عمي على الغريب.
أني وأخوي وابن عمي. أني وأخوي على ابن عمي، وأني وابن عمي على الغريب. تفسيره تريد؟ إيه. شنو قصة هذا المثل؟ ليش قالوا؟ المن؟ إيش بي عمو؟ أخوي إيش بي؟ أني وابن عمي عيد بالله. لا أنا راح أتعلم. تعرفي له ولا؟ لا ما أعرف. أكيد لا. لا. أكيد لا. ماشي. أعطيني خمس أمثال، خمس أمثال عراقية. يلا. اللي يعيش بالحيلة يموت بالفقر. واحد. اللي يدري يدري والما يدري يقول قضبة عدس. مين؟ الثالث ما أعرف. شو تيجي ما أدري. وأنا هواي أعرف أمثال بس كلها نسيتها. يلا ركزي، عندش مجال. لا بعطيها. أحاول. حاول. أسمع. تستعنين بأمك؟ راحت. يا اخي بالعربي يا ابو فلس عارف. اه مال حكي، عايش برا طيش. لما تقول لي عايشه برا؟ وين؟ بريطانيا. يعني بالانجليزي فوله. قاعد احكي يا انجليزي. ان شاء الله. اعطيني خمس امثال عراقيه. ما نطلعتها بالجوجل خلاص. لا تحاول. اعطيني قصه المثل اللي قلته اني هسه. مال انا وابن عمي؟ ايه. يعني هو قصدك قصة تاريخية؟ المن قالوها؟ المن قالوها؟ وليش قالوها؟ قالوا يعني بالاحتمال بالاحتلال البريطاني. احتلال من هو؟ احتلال بريطاني. ابن عمي شو له دخل؟ مو احتمال عشائر. مو احتمال عشائر. عشائر النوم؟ تمام. ها؟ والله ما أعرف. يعني ما تعرف؟ صراحة. زياد. ها أمي. أمي وين راح؟ أرجع وش بعد لورا؟ تعال تقربي أمي، تعال. تعال تقربي. تعال. ها؟ ما ادري والله، كلها انا كل شيء اعرف بالامثال بس هسه كلها طارت. من يصير في الشغله اقول المثل، يعني هسه يصير حاله قدامي اقول المثل. دقيقه عدي. ها ساعه بواحد. زين هذا واحد ما عنده نفس المثل هسه اللي قلناه. ابن عمي. هاي صارن اربعه. اي دهدر الجدر والقطار. لا هذا عوفي. لا بعد طيب جاي اخذ المايك قدمي. ندري ندري قلت قلناها. خوش مرقه وخوش ديج. اي ايش بيها مرقه؟ خوش مرقه وخوش ديج. وبعد وياها في الشيء هي حبسطش. عندك اولاد متزوجين؟ لا والله. انت عمه؟ لا لا بعد. زين اكو فد مثل على عمه. لو ابليس كان دخلت الجنه. ابليس دخلت الجنه؟ لا لا دقيقه. لو العمه حبت الجنه كان دخلت الجنه. ابليس دخلت الجنه. ما ايش العمه مكروه؟ ايش عجب؟ ما ادري. قربي تمام. زين يوسف عدد لي، عدد لي 10 لعبات في البلاي 4. نزل المايك. ذا كرو 2، مورتال كومبات، ماينكرافت، نيد فور سبيد. خوش. مارفل 2. خوش. هاي 5. ديمون سولز. 6. انا كل لعبتين هي ديمون. اي 6 بعد ديمون سولز ودارك سولز. اي هسه 7. اي يلا 7 صارن. ابوك عافك ورا. اي فورتنايت. 8. روكت ليج. 9. كول اوف ديوتي. تمام. زين تعرفين بالانثاليتي؟ لا ابد. يعني نص ونص. ايش تعرفين؟ اعطيني خمس امثال. ابى تعرفين. ما اعرف جبهن. لا نعم. ما اعرفين يا راجل. ما اعرف ولا مثل ولا مثل. ابد ابد. ماشي تعرفين بالامثال؟ زين ابو شي علمك اكثر اغنيه انت حافظتها تحبيها. تحبين الاغاني؟ احب اغنيه الانجليزيه. انجليزيه؟ تعال تعال يمي. ها؟ اوكي. ايه تحبين الاغاني الانجليزيه؟ تعرفين غني الاغنيه الانجليزيه؟ لا لا هي تحب اغاني انجليزيه بس يمكن ما تعرف اغنيها. وانتي؟
يعني ترجم لي. Do you like any English song? You are French. Can you sing? شو الإنجليزي يعني؟ قوي. هسه الأو وراها شكو؟ أكو نير ولا؟ Choose anyone. Rule by Katy Perry. Okay. Yeah. غني. Music. يلا. لازم هاي كنا منا. Okay. تمام. كيف؟ يا راجل. وش شقلب احمر؟ هي كلش اللغه العربيه عاد يعني انجليزي افضل. زين تقدرين تحكي لهم فد شيء يحكوا الانجليزي مثلا؟ زين يوسف تقدر تحكي بالانجليزي؟ لازم احد يحكي وياك. هيا حتى تحكي وياك. هيا هي اصلا عايشه باوروبا ما دام تحكي عربي. يلا يوسف. يلا. فرماكيج. يلا يوسف احكي وياها. اول هي. انت تسولف احكي خد اعرفك عن نفسك واعرف عن نفسك. اوكي. يلا. My name's Yusuf. I'm 12. So I learned English from my dad. طيب المايك. Cool. My name is Dania. I live in England. I'm coming here for holiday. جاتك يوسف؟ تقول أعيش بإنجلترا و إيش ما نسيتي؟ ها هذه خمس أيام أنا ظل أقولها جونا ما هو. العموم خالة تعلمي في سيارة بهدية مقدمة من شركة عالم الياسمين منتجات روح نصفي. هاي الهدية شركة عالم الياسمين تستاهلين وهاي أول هدية إليك مبروك عليك. تعالي يمي تعالي يمي تعالي يمي تعالي وين يوسف شلونك؟ زين هاي الهدية مو إلك ايه انت وارين وارين بدون مثلجات لو مطعم لا انا من خياري يا اخوي ها انا من خيارات اخوي اريد ناخذ البابا لا عف بابا عف بابا مطعم ثلاجات لو مطعم 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 وهي هديه مقدمه من سلسله مطاعم مندي اليمن تستاهل و خلت زعلانة أبد وثلاجات جيلات وتستاهلين مبروك عليك يا حبيبتي هاي شلون زين وتبغى تسويها هيك ونرقص معنا وثلاجات جيلات وتستاهلين منصور شهر 14 ضاع مقابل مول المنصور تفاصيل حد عرفها انت شو رايكم وحياكم الله مشاهدينا الكرام اكيد ننتقل وياكم الى الفقره الثانيه من برنامجنا برنامج جرام كل شيء فقره ركز وجاوب راح تكون انا اسئله راح يكون فريقين ها فريقين راح يكون بيناتهم تحدي التحدي راح يكون بين فريقين والهدايا والجوائز مستمره ابقوا وياي هنا راح يكون فريقين هنا انت الشباب وهنا بديتين ليش لحال اريد وحده وياكم لازم تعال تعالي زينب تعال عندي زينب تفضلي امي عوفي زينب
مرحبا. اهلا. شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. الله يسلمك. مرحبا. مرحبتين. شلون صحة؟ نعم الحمد لله. ان شاء الله عسى امورك. حياك الله. شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. اسمك شلونك؟ عبد الرحمن. ها؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. مصطفى صلاح. اول شيء مساء الخير. مساء النور. شلونك يا ولد؟ شلونك يا ولد؟ تعال تفضل من هنا. هنا. يا هلا. زين. هنا راح يصير تحدي بينكم وبينهم، تمام؟ شو تتوقعون من راح يفوز، انتوا ولا هم؟ طبعا احنا. احنا وقال الاقوى متاكدين؟ ان شاء الله. حق الصيدي وانتوا ان شاء الله نفوز. احنا متاكد حتفوزون؟ اغششكم عادي، اغششكم. تمام نبدي الفقره اسمها ركز وجاوب. راح اسال السؤال هنا، لازم انتم تركزون، اذا ما جاوبوا لازم واحد منكم يجاوب. واحد اكثر عدد اللي راح يجاوب اكثر عدد نقاط هو راح يفوز وياي بالجائزه. متفقين؟ يلا نبدي. السؤال الاول، شيئان لا يمكن تناولهما في او على الفطور. اكو شيئين شغلتين ما نقدر نتناولها على الفطور، شنو هي؟ اي واحد يغششكم من هناك خساره. واذا انت تحكي لا ميسر دقيقه خلي جابنا وشي باعوا علي لا تباعوا لا منا ولا منا. يم عيالنا ثمن ورقه. ثمن ورقه؟ ايش عجب؟ ثمن ورقه. اكو واحد تريد شو تقول الفاصوليه؟ لا صحيح. ماكو لا اشياء ثقيله يعني شيئان فطور يعني خفيف. شيئان ما نقدر نتناولها على الفطور. اي والله لا صدق يعني لا دجاج لا هذه لا سمك لا شيء يعني فطور عادي اجبار يعني فطور الفطور لو الفطور الريوق تقصد بيه الفطور شنو الغداء؟ لا مو اكو لا الريوق تبي مرقه تبي مرقه؟ تمام عفوا هسه هذا جوابكم؟ هذا جوابكم؟ اي لا شو تريد؟ اسكت دقيقه اجيك بس حج السؤال شيئان ما نقدر نتناولها على الفطور الغداء والعشاء هذا جوابه؟ ان شاء الله ثبت عليه؟ ثبت عليه نفس الغداء والعشاء او تقدر تغني تعيط لا الغداء والعشاء سمعتي شنو؟ الغداء والعشاء الغداء والعشاء يا عيني تمام ركزوا هسه انتوا هسه لازم تجاوبون وياي ماشي؟ تمام ما هي اكبر البحيرات على كوكب الارض؟ الأطلس. أطلس. ها؟ الأطلس. الأطلس. حلو بسرعة. لا. بسرعة. بحر ميت. بحر ميت. ما هي شو تعرف؟ بحر الأسود. بحر... نعم. لا هي الأطلس. 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 لا أكو بحيرة هي أنا قريتها. أيه وين بالجغرافيا؟ صارت اجتماعيات. ما أدري. ها؟ بحيرة هي. يا بحيرة. لكم الخيار انه اغير السؤال غير يا عفيف اغير غير والله يكون افضل اذا تغير اغير لا حد يروح سؤالكم منهم جوابكم تعرفوه هسه حد هسه ثبتوا عليه ثبت على البحر الميت بس شنو يعني اجابته غلط ما اعرف شنو واحد من عندكم اللي حيجاوب اكثر نقاط اليوم يفوز بالهديه شنو جوابه حتى رايح لهم السؤال ثبت البحر الميت بحر الميت ثبتوا نغير ولا نغير؟ أفضل غير غيرون؟ أي غير أنا أطلس يعني جنب غير على البحر باعي؟ لازم هو نقول تمام يلا نبدأ هسه جواز بعدها مستمرة نبدي ركزوا وياي على أي الكواكب الشمسية يطلق اسم الكوكب الأحمر؟ مريخ نعم؟ مريخ هذا وين كان؟ مريخ أي مريخ لا لو المريخ لو المشتري اختاري واحد لا المريخ مشتري حلو مشتري نعم مريخ لو المشتري خربطتني مريخ 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 مشتري نعم مشتري انت بنت مع عياد هذه كلها راسبه الصفر مريخ لا مريخ لا مريخ يلا عشان اغششهم ها المشتري سلم لي عليه الله يحفظك المريخ الجواب هو المريخ تمام صارت نقطه بنقطه اثنينكم جاوبتوا
اللي راح تجاوب بعد اكثر نقطتين تاخذ الجائزه، واللي ما تجاوب اكثر نقاط راح تخسر. تمام. ما هو الكائن ذو الدم الازرق؟ الاخطبوط. ايش دم ازرق؟ ماكو حيوان دم ازرق. صدق؟ الاخطبوط دم ازرق؟ اول مره اسمع عن هاي السالفه. لا لا ماكو حيوان دم ازرق. ماكو حيوان دم ازرق. ايه كذلك ماكو. الو؟ ما عندي جواب. ماكو؟ اخطبوط. لو الحبار لو الاخطبوط. لو الحبار لو الاخطبوط. حبار. حبار؟ اي الاخطبوط. والحبار؟ الاخطبوط. الاخطبوط. الحبار ايش بيه؟ ايش ما بيه؟ بس من الحبار من الاخطبوط؟ الاخطبوط. الاخطبوط؟ الاخطبوط. والاخطبوط صحيح صارن نقطتين. تمام، هسه هنا ركزوا وياي. ما هو طعام الباندا؟ حيوان الباندا. عرفتوا؟ يا الباندا. الباندا البيض. ها اي تمام الحمد لله. من بعد طعام ماكو شنو هو؟ حصان. واحدة واحدة. هلا روح عليه. لا 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 مو كلش. قصب السكر. قصب شنو؟ قصب السكر. ايش عجب والسكر مالتي اليوم 300؟ ها قصب السكر. قصب السكر؟ اي هو ياكل حصان يقدم العدم يشرب السكر. لا مع الاسف هسه خطا. لا قصب سكر ولا تمشي بتنجان. حصان ياكل هو. حصان ما شنو؟ زين هالمشكله وين شنو؟ تحصان. حصان زيتون. احنا الجهال ما نعرف ايش ياكلون النبات. يا ابو الباندا بربك. على جوابكم؟ قصب السكر. قصب السكر؟ يلا. اقول السمك او العسل. سمك؟ ايه. الباندا ياكل سمك؟ ايه. زين هذا مسقوف وتقلاب. لا ابو عدمي. العسل. العسل؟ لا. الباندا؟ ايه. سمك. سمك؟ شباب الباندا ايش تاكل؟ سمك مسقوف كل سمك جاوبوني بابا اعطيك اياها بالاخير والاحمر والابيض تعال يا امي تعال 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 امي تعال تعال شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ شو اكل الباندا؟ فجل ادري وين قاعد؟ ابعلهم انا مخضر ليش؟ مخضر ياكل ايش ياكل؟ لا مخضر لا ايش ياكل؟ يعني مو خيزران في اغصان بعد ايش بعد ايش بعد ما خلصت بس احنا لا اسجع لكم شباب تعلم بس القصب تعال تمام هسه لازم تركزون وهنا لازم تجاوبون موضوع انت مو يمك انت عشان فيه صديقك ما شاء الله ايش بيك مش طالع عجب تمام ما معنى اسم اسبانيا اسبانيا لها اسم بمعنى يسموها بلد الطيور بلد الحرب بلد الحرب ايه احنا لا اسكت بس اسم شو اغش شيء لا بس نيك مايك انا اغش شيء يسمعون لا مو حيسمع ها شاورني اشاورك لكم تعصب ما اعرف والله اه بلد الالهه بلد نعم الالهه الالهه ايه سومريين لا سومريين شري تعب منه احنا سومريين تعب منه باعوا بلد على اسم حيوانات جدرنا ترى محظوظ شنو بسرعه ما تعرف عند الارنب جلد لا جلد الارنب اه تسألتك اليوم كلش صعبه كلش حالف علينا اليوم يلا وين جبت العاد اسبانيا ايش فيها اي انا قالوا لي يعني قالك بالارنب جلد الارنب هاي تنتي مو لا لا جلد الارنب شنو اي هي ما هي مصارعه يعني انت بلد شنو ما اقول شيء اسمه جلد لا شنو لا 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 أقول ثلاثة. إيش تقولين؟ أنا أقول هي بيها مصارعة ثيران. مصارعة ثيران؟ أي. يا عيني. تمام.
شو تقولين انت؟ هو على هاي مال الارنب جلد؟ ليش مش شلين الجلد؟ الارنب؟ بس الارنب بلد الارانب؟ بلد يعني عرفتها هسه انت ست ثلاث نقاط وانت اثنين وهنا اعذروني وانت واحدة خلي خليك تعال غطيني علقة غطيني لا بس بس تعال تعال بس مو تجاوب مو تغششون السؤال الاخ انا حيساعدني لا بعد 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 نرجع على السؤال اللي ما حد جاوبنا بيه ما هي اكبر البحيرات على كوكب الارض بسرعه فكروا بيناتكم اي واحد راح يغششكم من ورا راح تخسرون ارجعين تاخذين انت الهديه واحده وانتم راح تخسرون انتوا سؤال واحد جاوبتوه راح تفوزون انتوا اثنينكم فقط فلازم تتعادلون بالهديه لا عشان اسرع اشاركون بس نكملوا شاركون تدللون اه انت حتيجي دارك هسه سلسلتك شوي يلا يعطينا شويه شويه ساعه خلي اسد الورقه لان الوضعيه هنا يا فايزين اي افا شويه صدق قزوين نعم قزوين مني قال لك شنتي احكي لي صدق قزوين شنتي والله شنتي قالت لا صار لي ساعه ما شاركتي يا عادي يا جنه شاركتي زين بحيرة قزوين راح اعددش الهدايا ما عدا هديه واحده ما راح توصل اعرفها زين اعرف زحمه اي اعرف عندك شركه عالم الياسمين الوكيل الحاصل شركه ايفلون نظافات ماركة درجة أولى لربات المنزل ماشي وعندك اللي هي متسوق ماركت أربع شوارع قسيم الشراء والعظمية ومول ثلوجة فلاش ما تروحون زين وعندك مثلجات شنو الأسواق يعني أسواق شنو يعني أسواق ماركت 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 ها أي تختار اللي تعجبك لا الياسمين الياسمين مني هاي شركة الياسمين ها عالم الياسمين عالم الياسمين يلا هي المهم به ياسمين ياسمين وانت شو تريدين يا عيني؟ ياسمين يعني شو بدينا؟ عالم ياسمين الماركت يا هو؟ متسوق ماركت وموجود اكو بالرمادي واكو بالفلوجه بالرمادي واكو بالفلوجه؟ اكو بالرمادي واكو بالفلوجه شلون ما ادري؟ لا لا ماركت بالفلوجه والعظميه اربع شوارع تريدين شركه اعطيها اول هديه هاي اول هديه مقدمه من شركه عالم الياسمين وكيل حق شركه ايفلون تستاهلون تستاهلين لا لا تستاهلين الله يبارك فيك اشكرك يا وياها اليوم نرفض طلع واحده الاخ وهاي الهديه تستاهليها ومبروك عليك وحياكم الله ويا هلا بيكم تسلم تسلم شكرا أخذوها نشي بارا أسحن أحد يا شونج شون صحة أنا جاي من الدنمارك معك خطار لا تبتلون جاي مين؟ من الدنمارك أنا جاي من المحمودية لا جاي من الدنمارك باعي أخش شاني أولات أسرع حشار كنية الحجية حشار كنية تدللين شكرا لكم حظ أوفر إن شاء الله حياتي لكم حياك الله يا حبيبي شكرا لكم لا اكيد اريد هديه اي اريد وشاركتي هديه خذ الكلام انتقل لكم الى الفقره الثالثه من برنامجنا برنامج جرام كل شيء فقره غنوه وشعر هم راح تكون بيها حياه الله امي هم راح تكون بيها تحدي شباب او نساء او كلها حتكون شباب ويانا بالجوائز والهدايا المقدمه من الشركات الراعيه حطوا وياي كرام تعال يمي هنا شويه راح تكون بها جرائه
لكن الجراءة قبل كل شيء راح ابعد من عندها امي الله يرضى عليك الحجية احتراما لشيباتها يا حبيبي الغالية ربي يحفظك طول عمرك ويحفظك كم ما حد جاي امي ها عين منو جاي هنا؟ انا ويا اختي جاي اختك؟ اي راح تروحين مقابل مول المنصور ايه؟ اكو شيء مكتوب ثلاجات جيلاتو بله انتو قاعدين هناك تشربين بسكافيه جو بارد وقهوه وكيف الله يرضى عليك واسع تروحين الوجه الكريم والطيب تتبلع ويحفظك ربي يطول بعمرك ويرضي يا حبيبتي حياكم الله تعالوا امي شلونك؟ هلا رغيد 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 ميتم ميثم ميثم هاي بوستيجة؟ لا بحجة صدق؟ لا بحجة صدق؟ والله مو بوستيجة أكيد؟ أفوزك أفوزن بوستيجة أفوزن أطول بوستيجة لأنا غار شلون جمال؟ الله يبارك فيك شلون صحبيك؟ الحمد لله شلونك؟ الحمد لله أنت خاتي لغة على قلبي شو اسمك؟ زهرة وأنتي؟ نوران نوران بس تعالي أمي شو اسمك؟ ملاك مو أنا ابني بس أوكي بس تعالي قلبي شلونك؟ مرحبا شلون صحة؟ جريئين؟ نعم أكيد؟ جريئة؟ بلش؟ يلا بلش حصلوا بظهري خلع فقرة اللغة تسعدنا أستاذ حتى تشاركوا يا فقرة اللغة إيه عين قول اسم الفقرة اسمها غنوة وشعر يا أما تقول لي قصيدة يا أما تغني لي قرب يا أمي قصيدة؟ قصيدة يلا يعني شاعر لو شنو قصيدة؟ كيفك؟ المهم أنت تقول لي قصيدة ورد اسمعها بصوت اغنيها؟ لا يعني قصيدة شعر تلقاها هاي ده قصيدة ما اعرف وده اغنية غني ما اعرف والله الشعر يمك والله ولا حتى من يمي الشعر صف وايد تغنيني لو اقول لا 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 تقول اغني لا تغني وده اقول تنفضح عمي سلام عليكم الاسم بالخير خطاب خطاب اي خطاب فوق متن الغيم فوق متن الغيم ناصب سيطرة مثل المقدم خطاب ما جابت مرة هاي هدية والله هاي كبيرة يا عز الله انت كيف تغني؟ لا ابني يغني لا موضوع مهمهم مو يهمهم يهمنا بنتي ما شوي منشولة منشولة اسمي غني لا وين غني؟ كيف انا لا لا حبيبي لا استغاني ممنوع بس لو تنسحبين وتخسرون ما نحسن يلا غني لا ليز غني غني يلا عزيز انا بس تام كلثوم لا عشان هي ما تحبت كلثوم للخمسه ولا الخمسه اسحب المايك واحد اثنين تشجيع زهراء ثلاثه شكري يلا فكري فكري يلا اربعه خسار يلا علي سالم احبك يلا احبك لحد ما يعجز كلامي وتبقى حبيبي وروحي وغرامي أحبك لحد ما يعجز كلامي تبقى يا حبيبي وروحي وغرامي وراها صار لي ساعة بس اسمع حب وغرامي حب وغرامي شكو أني أنا متى كم مليون يا أخي حب وغرامي أنا ورطتها وما لأ أعطيني أعطيني لحظة ها الموضوع مو يهمها أصلاً تمام أني يلا ليش رايحين بعيد قربوا يمي شعر الأغنية يلا شعر الأغنية أي أغنية سمعيني شعر الأغنية ها؟ شعر الأغنية أغنية؟ بسرعة مقطع صغير ما أعرف شعر الأغنية أغنية أغنية؟ يلا يا كذاب كشفتك يا كذاب لا في دواء أروح لك يومية أسمعها أقل بيها شو يدري؟ وحق الراب أحبك حب إذا طشيت ما يلم يلم مرتب لا تتعجب بعد حبك مشوي الدم هب هواك ونسمة جتني ميتان وعيشتني بضحك مدوختني وغيرتني وحق الرب أحبك حيل يا أبو عسل بالشفة فكر بيك نهار وليل دنيا وياك مختلفة إن شاء الله انتقلتي مرحلة ثانية ذا فويس عرفتي ديج ها شنو؟ هتغني؟ لا ما غني. ها. لا لا. ها. ولا شعر؟ كنا للصبح تسهر على التليجرام، كنتني لازم ب 12 تاكل عشاها وتنام، والنام تقعد للصبح تكنس تمسح البيت. تعالي قولي لها قدام الكاميرا بالطريقة اللي أنت تشوفيها بالبرنامج. مولاي بطيخ تحياتي لهم.
يلا مري كنا للصبح تسهر على التليجرام شنو مو انا ما حاسب كنايني فعايفت انه براحه فش انا اسوي مشاكل زينه لا ما عندنا مشاكل والله خير ان شاء الله مري كنا للصبح تسهر على التليجرام كنتنا لازم ب 12 تاكل عشاها وتنا والنوم تقعد الصبح تكنس وتمسح البيت هو العرس مو بس رقص ومسامر وطش كليت هاي كذب هي غير كنا مقضيتها انستغرام لا وين في تحكي ماكم قلتها انستغرام لا طبخ ولا هم احسن قاعده بالبيت يجي العم من الفيلي طبخيلي اي والله تعال تعال يمي تعال هسه هنا زين عفوا تمام تنسحبين لا لا ما تنسحبين لا تغنين لا ما غني تنسحبين اي ما غني تعال غني يلا نوران تعال نوران يلا نوران ما غني نوران ايش شجعت الريال ما غني لا لا برشلونه هذول فازوا بحر وش اسمهم ما غني لا شاف ابد اعطيني ارجيله رجمان المانيه تستاهل بس قبل اعطيك اياها شنو هاي شنو هي ما ادري تستاهل تسلم حبيبي ما تجيب الفلوس هاي لا وياها باكج اي خمال غشون عمرها هاي السؤال آه لازم هي لازم تستاهل مبروك عليك حبيبي وحياك الله يا هلا بيك و خالتي هالهديه مقدمه من المتسوق ماركت قسيمه الشراء اللي هي لرموك اربع شوارع او العظميه أو مول الفلوجة مبروك عليك وتستاهلين وحياكم الله وحياكم الله هنا علاوي الغالي عليك يا بك يا هاي السالفة زين الجماعة هنا شلون؟ غنيتوا تعبني تريدون مثلجات لو لو تسوق ماركت لا تسوق طبعا مثلجات وهاي مقدمة من المتسوق ماركت مبروك عليكم قسيم الشراء زين نعم شو تريدين نرجيلة نرجيلة يا نان جيت وانا شاركت على النرجيلة نرجيلة اي مو غنيت لك غنيت لك النرجيلة مو لك شنو بالغوالي لا لا انا لا مستحيل شنو اشعر لك نعم اشعر لك شعر ممكن النرجيلة راحت له هاي عندها اغنيه النرجيله راحت راحت بعد خلص النرجيله راحت ما يصير ما يصير لا 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 هي فقره اسمها هذه مشاهدين الكرام بس يعرفون احنا هنا عندنا اربع فقرات كل فقره تخلص ننتقل لفقره اخرى فقره غنوه وشعر يا اما تقول لي شعر يا اما تقول لي سمعني اغنيه فقره تركز وجاوب راحت لان كانت بيها اسئله وتحدي بين فريقين وفقره قصه ومثل كانت بيها امثال وهنا نهايه راحت نرجيله مع الاسف ايش اسوي حظك لكن تروحين هاي مقدمه مثلجات جيلاتو في صديقاتك تروحين الى نرموك اربع شوارع ام مقابل مول المنصور مبروك عليك حياك الله مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى الفقره الاخيره اللي من برنامج جرهم كلش فقره هنا راح تكون عندنا جمل كل جمله لازم ترددها سبع مرات على السريع اذا غلطت مره واحده لازم اعطيك مره ثانيه ولو راح تجاوب لو راح تخسر الشاركين لحتى تفوزين لو لا لكن هنا دام نقول شكرا الى الشركات الراعيه اللي قدمت الجوائز ببرنامجنا برنامج جرهم كلش واول جائزه هي مقدم المتسوق ماركت اللي عنده ثلاث فروع لرموك اربع شوارع والعظميه ومول الفلوجه وشركة عالم الياسمين هاي الشركة الوكيلة الحصري شركة إيفلون اللي هي كل ربات المنزل تستفاد من عندها وأرجيلة رجمان الألمانية الوكيلة الحصري للأرجيلة وأكيد مثلجات جيلات ننتقل وياكم إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة ردد الكلمات السريعة أقوياي فقرة ردد الكلمات السريعة راح تكون عندنا جمل هاي الجملة لازم تقولها سبع مرات على السريع غلطت مرة نعطيك مرة ثانية لو راح تقولها صح أو تقوليها صح لو راح تخسرون وياي بالجوائز وذاك وحدة
هنا واحد فاتوا وياي وقالوا هاي الجمل راح اصير بلاوي مو شلونك زينه انت شاركتي اسم الفقره بس قلتي اني مستعده انه اقولها صح مو شو اسمك نوران نور مصطفى نواف تمام ها زين عظيم ما شفتك والله شلونك زين الحمد لله زين تمام راح نبلش هنا وارجع لكم ماشي قل لي ركز اسم المايك واسمعني زين اسمعني زين ما عيدها غير مره واحده اذا انا غلطت فيها تمام القسمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان قل لي اياها هاي خمس مرات غير هالقول ما تقدر حولي المايك شلون شلون القبصان القسمان القسمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان القبصان القمصان القمصان لبس القمصان القمصان لبس القمصان مو مو لا القسمان 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 لبس قمصان واكل قرصان القسمان لبس قمصان ولا حلو 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 يا الله بسرعه نفسها بس عيد اياها القسمان القسمان لبس قمصان واكل قرصان القمصان لبس قمصان واكل قرصان اي القمصان القسمان القسمان لبس قمصان واكلوا خبزان خبزان منو قال هالخبزان عندي معمل هذي قرصان قرصان يلا بس بسرعه القسمان بس سؤال البدايه القسمان عافيه القسمان لبس قمصان اي اي نكمل اكلوا قرصان عسري عسري اه عسري اي يلا القسمان لبس قمصان واكلوا قرصان القمصان لبس قمصان واكلوا قرصان اي مو تدك علي ايش غير كمل بس وين مكان يكمل القسمان لبس قمصان واكل قرصان القمصان لبس قمصان واكل قرصان القمصان لبس قمصان اي القمصان القمصان اي القمصان اي القمصان ايش تسوي ها قاعد تكتبيها لا عاد يلا بسرعه قولي لي هالجمله بسرعه نفسها اللي قلتها لهم لازم تقولوها انتم يلا القمصان لبس القمصان واكل القرصان القمصان اكل لبس القمصان واكل القسمان قسمان قسمان اكل القسمان لا مو قرصان قسمان عيديها اخر فرصه لك القسمان لبس القمصان واكل القرصان عافية بسرعه القمصان القسمان لبس القم مايك يلا القسمان 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 لبس القمصان واكل القرصان القمصان لبس القمصان 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 القميص دائما يبيعوه جواب المواطن المايك يلا حبيبي القسمان اي حلو القسمان لبس قمصان واكلوا قرصان القسمان لبسوا قمصان واكلوا قرصان القسمان اكلوا لبسوا قمصان واكلوا قرصان القمصان لبسوا قمصان واكلوا قرصان القمصان لبسوا قمصان واكلوا القسمان تمام لا اغير اسرع اغير غير وحده وهاي الفرصه الاخيره تمام 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 قل لي قل لي بسرعه فراش فراس مفروش فراش فراس مفروش فراس فراش مفروش فراس فراش مفروش على كيفك فراش فراش اسمعني فراش فراش فراس مفروش سبع مرات على السريع فراش فراس مفروش فراس فراس مفروش فراش فراس مفروش يلا شنو فراش فراش مفروش مو مو المايك ادي يا فراش فراس مفروش خمس مرات سبع مرات ليش سهله لي هاي بسرعه فراش 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 ايه فراش مفروش يلا فراش فراش مفروش فراش فراش مفروش فراش 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 مفروش 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 فراش فراش اه شو يلا فراش فراش مفروش فراش فراش يلا قفلي فراش فراس مفروش فراش فار اي فار اي طيب زين التليفون ما تيش عادي يلا فراش 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 مفروش فراش فراش مفروش فراش مفروش ايش مانو مقبلة المايك عيد ياها فراش فراش فراس مفروش فراش فراس مفروش فراش فراس فراش الله لك اشغلك خل عيدك يا فراش اي فراش فراش مفروش مفروش بسرعه فراش فراس مفروش فراش فراس مفروش فراش
فراش فراس مفروش. من هذا؟ فراس. شبي؟ طين المايك. طين المايك. تمام؟ لحد هسه انت جاوبت علي الجواب الاسرع والاصح. فزت وياي بهديه مقدمه من ارجيله ريتشمان المانيه. هاي الهديه مقدمه ارجيله ريتشمان الالمانيه ويا الباكج مالتها. مبروك عليك هاي الارجيله. تستاهل. وهذا الباكج مالتها تستاهل. الجماعه اخر يوم ان شاء الله هذا اسبوع يروحون. تمام؟ شلون هي؟ راحتهم. تمام؟ وهنا لا فراش ولا والله سلسة عمي يعني. اي والله هاي زين. شكرا لك. حظ اوفر. حياك الله. شكرا لك. حظ اوفر. وشت اتمنى انه تفوز وياي لك ولا واحد بيكم فاز وياي. زين. اخوات؟ لا بنات خال. بنات خال. تمام. عندك الجرأة تقولي ها وين؟ هلا باي باي لحياتي. شكرا. زين. ما تروحوا شي زعلانات؟ لا لا عادي. لا زي. عادي. أعطي الهدية إلى لو لكم. كي النرجيلة؟ لا. نعم؟ لا. لا تهمي. آه زين النرجيلة. لا أنا بدي أحكي الولد. لا عاد لا تعال تعال. تعال تعال ولدي أنا أريدك تعال. الهدية تجوها هاي لكم وثلاجات جيلاته لو إلي. كيف؟ لا خليني أسمع أول شي ردك. عادي كيف؟ شو تقول؟ تغذية أنت لو إلي؟ عادي كيف؟ لا أنت تقولي إلي شو إلي؟ إلي. إليك؟ إيه. آه حلو على نانية. تمام شو تقولي أنت؟ إلي. إلي؟ إلي. زين أنت شو تقول؟ طيهم يا والله. ها آه. فتنسابق راح تشيلها ليش حطيها هنا؟ عادي 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 عادي. انتم بنات خاله تستاهلون. ابوي الله يحفظكم. تستاهلون تروحون انتم وماما واخوكم تروحون مدرجات جيلاتهم مقابل ما وصول. شكرا لكم وشكرا للشباب. لكن احنا كل يوم خميس راح يكون تواجدنا يا اما خميس يا اما سبت. لكن اكثر شيء تواجدنا كل يوم خميس بمول المنصور او مول الحارثيه او مول بابلون. لكن ان شاء الله حتكون الجوائز حلوه مقدمة من الشركات الراعية اللي فرحت العوائل العراقية. وإحنا دائما نقول نحب نوصل ابتسامة والفرحة لبرنامجنا. برنامج يرهم كلش. شكرا لمن شاهدنا وشكرا لمن تابعنا عبر قناة سامرة الفضائية. وتقدرون تتابعون الحلقة بمواقع التواصل الاجتماعي وأكيد يوم الجمعة لبرنامجنا برنامج يرهم كلش. وشكرا إلى متسوق ماركت و شركة عالم الياسمين وكيلة حصل شركة إيفلون وأرجيلة ريتشمان الألمانية ومثلجات جيلاتو. شكرا سيف وإن شاء الله توفيق يا ربي لك. شكرا صالح. شكرا شباب. شكرا نور. شكرا علي. شكرا تحسين مروان. وأنا كنت بتقديم خطاب القصاب. ألتقيكم إن شاء الله يوم الخميس وقلكم إلى اللقاء.